ويا الهدوء الحلو ده، مو طبيعي مو طبيعي. أنا بحس اليوم طيب هذا شيء مو طبيعي. أميرة هلا حبيبتي، أهلين، إيش أخبارك؟ الحمد لله. أنت زينة؟ الحمد لله. شغلك؟ أقول رقية، قلت لي الحين على لوعة الكبد هذه، الله يزيد النعمة، منو ياكل آيس كريم وشاي؟ إيش هالكبد؟ لا مو حقي. ما هذا، لا هذا إيه؟ هذا الحقي. أنت شلونك؟ النور! النور شفتك. بسم الله، زين لك كذي انكسر كعبي، خرعتني. أنا شنو ذنبي إذا كعبك بو دينار؟ نعم؟ بو دينارين، لا تزعلين. شرها علي أنا اللي واقفة أسولف معاك. هي باكر أنا وياك ياما بنسولف وبنشوف منو بيغلب الثاني، أنا ولا أنتي؟ تفضل. شو أسوي في هذا؟ خلى ذكرى عندك عشان كل ما تشوفه تتذكر خيبتك. ذكرى؟ زين لك الحين؟ قلت لك 1000 مرة لا تخليني أعصب. الحين شو بتسوين حضرتك؟ شو بتسوين؟ بتردين البيت عافية؟ هو متعودة أنتِ صح؟ عطني جوتيك. خير؟ عطي جوتيك، ما أعرف أسوق وأنا حافية. الحين كعبك أنتِ انكسر، أنا أعطي جوتي، أنا شكو. يعني عادي عندك أسوي حادث؟ لا بسم الله عليك الرحمن الرحيم، ليش تسوين حادث؟ إن شاء الله لا يجيب الحوادث. مصرة يعني؟ مشكور. العفو. متى تردينه؟ بسم الله عليك. زين اعطيك الطبجه الثانيه؟ ما ابي مشكور. يا تعطيني طبجتي يا اعطيك الطبجه الثانيه، شو اسوي بوحده وانتي وحده؟ زين اخذي الثانيه. زين ليش وجع؟ ليش وجع؟ يعني انا لا قلت لا صباح الخير، لا قلت لك شلونك، لا قلت لك وين جوتي البني اللي خذيتيه امس وما رديتيه. اعرج زياده، جعل رجيلك مالها طب. رول 16 غزنفان مسعود خالد. تفضل حضره القاضي.